دلوقتي زوجك خطفني وعايز يقتل حبيبي. دي ايه حكايتك؟ نعم، هو خروج الفتاة من القصد مسؤولية مين؟ جاية دلوقتي تقولي انها عند دنيا زاد وانك مش عارفة تصرفي؟ الغلطة غلطتك من البداية. انا كنت متأكدة انها هتعمل كده، كنت متأكدة انها هتجازف في حياتها حتى لو كان مصيرها القتل، عشان كده انا شددت الحراسة عليها. ازاي قدرت تخدعهم وتهرب منهم؟ معرفش. انت ورطتينا ورطة كنا في غنى عنها، وتوابعها هتأذي الكل. انا يا سيدي، يا أمي مظلومة من مظاليم أبوكي، زي وزيك. إزاي أعرف أوصل ليحيى؟ لو يحيى فعلا زي ما أنت حكيتيلي، ده معناه إن هو مش من أبا حسن ودخل القلعة الهدف. بس اللي أعرفه عن شيخ القلعة إن هو بيعرف يقرأ وشوش البشر، بيعرف إيه اللي بيدور في قلوبهم من غير حتى ما يتكلموا. إزاي لغاية دلوقتي مش عارف إن يحيى عدو؟ لا أكيد عارف، بس حسن بيحب يجرب، وأكيد شايف في حاجة هو عايزها. وأنا إزاي أقدر أنقذه؟ إنك تهربي. لو هدف يحيى نجدتك، فهروبك هو نجدة يحيى. نورهان عند دنيا زاد وخديجة؟ غلطة كبيرة من إلينار. خليها عند دنيا، احنا مش محتاجين البنت في حاجة لحد ما حبيبها يرجع من رحلته. إن رجع حي، ساعتها بقى هيبقى لينا قصة جميلة معاه ومعاها، وهو نعرف يحيى أكتر وبلسان حبيبته. إلينار تتعاقب. أي عقاب؟ أكبر عقاب هتتعاقبه في حياتها. إحنا نجوزها زي دي المسيحة.